يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قنوات الاهلي في كل مكان، وفقره اخباريه رياضيه جديده من قناتكم المفضله دائما قناه النادي الاهلي. كالعاده طبعا هيكون عندنا اخبار كتير متعلقه وانفرادات كتير كمان متعلقه بالتحديد بالنادي الاهلي وما يخص طبعا معسكره سواء الداخلي او المعسكر الخارجي اللي هيكون مع اوائل الشهر القادم، وايضا هيكون عندنا اخبار تخص المنتخب الوطني وبطوله كاس العالم اللي بتقام طبعا في هذه الفتره، وهي اكيد بطوله مهمه جدا وبيتابعها طبعا العالم كله وفيها مفاجات كمان كتير. لكن خلينا كالعاده نبتدي باخبار النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي زي ما احنا عارفين في الفتره دي عنده معسكر اعداد للموسم الجديد، واحنا عارفين النادي الاهلي مقبل على العديد والعديد من التحديات مع بدايه الموسم، ولعل اهمها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي يمكن النادي الاهلي ما ابتداش فيها بشكل يمكن مناسب بالنسبه له في هذه البطوله، ويمكن كمان تعادل اول مباراه وخسر المباراه الثانيه، فبالتالي موقف صعب شويه بالنسبه للنادي الاهلي. إن شاء الله يقدروا يتداركوا هذا الموقف من خلال أول مباراة للنادي الأهلي في الموسم الجديد أمام فريق تاونشيب البوتسواني، واللي هتكون يوم 17 من الشهر المقبل، فبالتالي هي هتكون مباراة غاية في الأهمية، ودي أولى تحديات النادي الأهلي بجهازه الفني الجديد بقيادة مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي، وأيضا كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي. أكيد في تركيز كبير جدا بهذه البطولة بجانب بطولة أفريقيا، طبعا تحديات كلنا عارفينها، تحديات محلية سواء بطولة الدوري العام، بطولة كاس مصر، وأيضا بطولة السوبر اللي هتكون في شهر 8 القادم، فبالتالي الاستعدادات قوية جدا. فترة الإعداد بالنسبة للنادي الأهلي مقسمة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت بعد عودة اللاعبين من فترة أجازة طويلة بعد انتهاء الموسم، لو نفتكر الموسم انتهى بمباراة المصري البورسعيدي واللي قدر النادي الأهلي يفوز فيها بنتيجة 2-0 مع نهاية مباريات الدوري العام بالنسبة للنادي الأهلي. فبعد أجازة يمكن استمرت لأسبوعين كانت المرحلة الأولى لفترة الإعداد الخاصة بالفريق، وكانت تحت قيادة الكابتن محمد يوسف. في الوقت ده ما كانش لسه النادي الأهلي تعاقد مع مدير فني جديد. المرحلة دي يمكن استمرت أسبوع تقريبا أو حوالي 8-9 أيام بالظبط، وبعديها كان خلاص النادي الأهلي تعاقد مع مستر باتريس كارتيرون، وتم الإعداد للمرحلة الثانية من فترة الإعداد الخاصة بالنادي الأهلي، واللي كانت من خلال معسكر داخلي بيقام في هذه الفترة في مدينة الإسكندرية، واللي ابتدى بالضبط يوم 18 من الشهر اللي احنا فيه، وهينتهي يوم 26 من نفس الشهر، يعني معسكر تقريبا حوالي 8 ايام اللي هو المعسكر الداخلي، واللي كان في مدينه الاسكندريه او اللي لسه مستمر في مدينه الاسكندريه وبالتحديد مدينه برج العرب. الاستعدادات قويه جدا في المعسكر ده، وطبعا المرحله الثالثه خلينا اكمل لكم المراحل الخاصه بفتره اعداد النادي الاهلي، هتكون مرحله في احدى الدول الاوروبيه ان شاء الله مع بدايه الشهر المقبل، هنقول لكم كل التفاصيل وكل الانفرادات الخاصه بينا والتي تخص فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. المعسكر الحالي طبعا واللي بيقام في مدينه برج العرب يعني هيخلص بمباراه وديه، المباراه الوديه هتكون امام فريق فاركو يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، ودي اولى المباريات الوديه تحت قياده مستر باتريس كارتيرون وجهازه المعاون الجديد. بالمناسبه متواجد عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني بالظبط حوالي 39 لاعب متواجدين في معسكر النادي الاهلي في الاسكندريه. طبعا يتخللهم لاعبين موجودين دايما مع الفريق الاول، لاعبين الكبار، وايضا متواجد عدد كبير من قطاع ناشئ النادي الاهلي واللي بيتمرن في هذه الفتره مع الفريق الاول. يمكن حد مثلا يثبت وجوده ويقنع الجهاز الفني بتواجده خلال طبعا تواجده مع النادي الاهلي خلال الفترات المقبله، وممكن يقنع الجهاز الفني مستر كارتيرون ان هو يكون متواجد مع الفريق، وخصوصا ان يعني خليني اقول لكم مش هيكون في تعاقدات كتير جدا للنادي الاهلي في هذا الموسم، وخصوصا ان الفريق طبعا بيضم عدد كبير من العناصر الجيده جدا، والنادي الاهلي قدر ان هو يفوز ببطوله الدوري السنه اللي فاتت وايضا بطوله السوبر، وكان بينافس بشكل كبير على البطوله الافريقيه حتى اخر مباراه ونهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي طبعا الفرصه كبيره جدا لعدد من الناشئين المتواجدين، فالمباراه دي هتكون مباراه ود جدا جدا بالنسبه
في مدينة برج العرب وفي الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. ده فيما يخص فترة الإعداد أو المرحلة الثانية من فترة الإعداد الخاصة بالنادي الأهلي، وهي مرحلة مهمة. وخلينا أقول لكم أن السمة الأساسية في المرحلة دي التدريبات البدنية، وإحنا عارفين أي فريق بيبتدي موسم أو بيبتدي فترة إعداد لموسم جديد لازم بيبقى فيه تدريبات بدنية شاقة جدا بالنسبة للاعبين، عشان يتم زيادة المعدل البدني بالنسبة للاعبين بشكل عام، عشان يكونوا لائقين لخوض المباريات الرسمية بشكل جيد وبشكل لائق. وأكيد هيكون في تدريبات فنية وتدريبات تكتيكية كمان من قبل الجهاز الفني، وده هيكون مع نهايات المعسكر في البرج اللي هيقام بالنسبة للنادي الأهلي. ده كل ما يخص المعسكر الداخلي بالنسبة للفريق. لكن بالنسبة للمعسكر الخارجي، خلاص المعسكر الخارجي تم تحديد أوكرانيا لاستضافة معسكر النادي الأهلي، وطبعا هيكون مع بداية الشهر القادم، وهيستمر من حوالي 10 ل 12 يوم. معسكر هيتخلله مباراتين وديين مع فرق جيده جدا في اوروبا، مش شرط يكونوا متواجدين في اوكرانيا، لكن فرق هتكون مناسبه جدا لفتره اعداد بالنسبه للنادي الاهلي، وهتكون تجارب جاده جدا بالنسبه للفريق قبل مباراه طبعا تاونشيب البوتسواني في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتقام اول مباراه في استاد برج العرب. فبالتالي طبعا استعدادات زي ما بقول لحضراتكم، استعدادات قويه ومستمره بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. لكن فيما يخص المعسكر الخارجي، وزي ما قلت لكم ان هو هيكون في اوكرانيا، خلاص خلينا اقول لكم ان بكره ان شاء الله فريق النادي الاهلي هيوصل الصبح بدري جدا للقاهره. هم طبعا متواجدين دلوقتي في اسكندريه عشان المعسكر الداخلي، هيوصلوا للقاهره صباحا عشان يحصلوا على التاشيرات الخاصه بدخول اوكرانيا، واللي هتكون عن طريق سفاره سلوفينيا. دليل لان اوكرانيا الاجراءات فيها يمكن صعبه شويه، هتاخد اسبوعين عشان ينهوا اجراءات التاشيره الخاصه بدخول اوروبا بشكل عام كمان واوكرانيا بالتحديد، فاسبوعين هيكون كتير وهتعطل النادي الاهلي. لكن كابتن سمير عدلي المدير الاداري بالنسبه لفريقه، اللي بيقوم بمجهودات كبيره جدا جدا، قدر ان هو يشوف حلول لهذه المشكله، وقدر ان هو يتفق مع سفاره اوكرانيا لانهاء الاجراءات في اسرع وقت، عشان يقدر الفريق ان شاء الله مع اوائل الشهر المقبل يوصل ان شاء الله لاوكرانيا، ويبتدي المعسكر او المرحله الثالثه والاخيره بالنسبه للنادي الاهلي في معسكر الاعداد الخاص باستعدادا للموسم الجديد. ده كل ما يخص طبعا معسكر النادي الاهلي. بالنسبه للاعبين الدوليين، وده برضو انفراد او كل الاخبار اللي احنا قلناها لكم دي، قناه النادي الاهلي بتنفرد بيه، سواء تفاصيل المعسكر الداخلي وايضا تفاصيل المعسكر الخارجي. لكن بالنسبه للاعبين الدوليين واللي متواجدين مع منتخب مصر دلوقتي في كاس العالم، واحنا عندنا تقريبا 6 لاعبين دوليين بالاضافه لعلي معلول اللاعب السابع واللي متواجد مع منتخب تونس ايضا في كاس العالم. اللاعبين الدوليين في بعضهم هيستمر في اوروبا ويتجه مباشره لاوكرانيا، هيحصل على اجازه هناك ويتجه على طول لاوكرانيا عشان ضم لمعسكر النادي الاهلي، وفي بعضهم هيرجع للقاهره، وايضا هيبقى ليهم اجازه معينه هيتم من خلالها، او الاجازه اللي هيحصلوا عليها هيكون من خلال طبعا الاتفاق والتنسيق مع الجهاز الفني والكابتن محمد يوسف بالتحديد اللي هو المدرب العام، وايضا القائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي. هيحصلوا على اجازه وبعدين ينضموا للفريق هنا في القاهره قبل السفر لطبعا المعسكر الخارجي في اوكرانيا، عشان يواصلوا استعداداتهم مع النادي الاهلي لبدء الموسم الجديد. طبعا نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق في فتره الاعداد دي، خصوصا ان هي الاساس للموسم الجديد، وخصوصا كمان هيكون في تقارب كبير جدا في الفكر ما بين مستر باتريس كارتيرون، وهو مدير فني جديد اكيد عنده فكر معين عايز يوصله للاعبي النادي الاهلي، وعنده طموح كمان خاص بيه، وخصوصا طبعا لعيبه النادي الاهلي دايما عندهم الطموح في الفوز باي بطوله، لكن الراجل ده ايضا عايز يحقق انجازات كبيره، وخصوصا ان هو ايضا حقق انجازات مع فريق مازيمبي الكونغولي، وقدر انه يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله السوبر، وده يمكن انجاز جيد ليه، وده اللي اداله الافضليه ان هو يكون متواجد كمدير فني للنادي الاهلي، وده اللي كان النادي الاهلي مركز عليه خلال البحث عن مدير فني جديد، ان يكون حد عنده خبرات افريقيه جيده، وخصوصا ايضا عنده خبرات داخل مصر، ودرب فريق وادي دجله وحقق معاه نتائج جيده جدا في موسم من المواسم، فبالتالي خد دوري ابطال افريقيا وبطوله السوبر الافريقي مع فريق مازيمبي الكونغولي، وده هيكون شيء مميز وجيد ليه ان شاء الله لخلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي. والشيء المميز كمان ان مش بس مستر باتريس كارترون اللي خد بطوله دوري ابطال
افريقيا، لكن ايضا المدرب العام كابتن محمد يوسف قدر ان هو ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا 2013، بالمناسبه كانت اخر بطوله لينا حتى الان، يعني بقى لنا فتره ما ناخدش بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله كابتن محمد يوسف يكون وشه حلو مع الفريق كالعاده، ونقدر ناخد معاه بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا بجانب مستر باتريس كارتيرون، وقدر ايضا ان هو ياخد بطوله السوبر الافريقي مع النادي الاهلي في 2013، وكمان وصل مع النادي الاهلي لكاس العالم. فبالتالي عندنا قيمتين كبار جدا بالنسبه للنادي الاهلي، هيكونوا اضافه بالنسبه للفريق بشكل كبير جدا، وهينقلوا اكيد خبراتهم للاعبي النادي الاهلي سواء القدام او الجدد كمان اللي هينضموا او الناشئين اللي هيكونوا متواجدين على النادي الاهلي خلال الفترات المقبله. فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق لما هو قادم من تحديات قويه بالنسبه للنادي الاهلي، وكل التوفيق ان شاء الله في المعسكر الداخلي اللي خلاص قرب ان هو ينتهي، هيبتدي يوم الثلاث زي ما قلنا مباراه فاركو، وايضا المعسكر الخارجي واللي هيتخللوا مباراتين جيدين جدا من المستوى من ناحيه المستوى بالنسبه للنادي الاهلي، وهيكونوا مميزين في اعداد الفريق ان شاء الله للموسم الجديد. ده كل ما يخص فريق النادي الاهلي واستعداداته للموسم الجديد. اكيد بقى هنروح نتكلم عن منتخب